ده انا معايا على الخط الاخر دكتور وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت. يا دكتور وليد، اهلا وسهلا بحضرتك. أهلا كابتن الأمير، أهلا وسهلا. البقاء والدوام لله يا دكتور. الله يخليك، الله يخليك. يعني واضح جدا التأثر على صوتك. أحمد ما كانش لاعب في النادي عندك، أحمد كان ابنك، وده كان واضح من خلال تعاملك مع الحالة بتاعته فور وقوع الأزمة في مباراة الاتحاد. ف يعني أكيد ربنا يرحمه يا رب ويغفر له ويسكنه في سح جناته. فأنا عارف كويس إن الموقف أكيد صعب عليك جدا جدا، لأن هو ابن من أبنائك أحمد رفعت يعني. ده أكيد والله يا كابتن، أكيد إن هو ابن من أبنائنا وكل اللاعبين ولادنا، يعني أكيد أنت عارف. بس هو طبعا يمكن أحمد اللي مر بيه في الفترة الأخيرة، الموضوع بتاعه كان صعب وكان عمل لنا كده نوع من الصدمة، وعايز أقول لك إن إحنا ما كناش فوقنا منها لسه لغاية دلوقتي. ما كنتوش يعني فوقتوا منها. لا طبعا، يعني أنا آخر مرة شفته من كام يوم، شفته انا كنت سعيد ان انا شايفه كده، يعني حتى صوري معاه كنت في منتهى السعاده، احنا الاثنين واقفين في الملعب حقيقي، ما بيلعبش ولابس عادي، بس كنت حاسس كده ان هو يعني ايه، انت عارف، رجع الى الحياه يعني. فاهم. وحتى انا وانا بتكلم معاه قلت له الكلمتين دول، قلت له بص يا احمد، ما يهمناش خالص، انت مش مهم ترجع تلعب خالص، ايوه لان انا كنت عارف انه مش هيلعب تاني خلاص، كنت عارف يا فاهمني؟ دكتور انه مش هيلعب تاني. طبعا اكيد، ده واحد كان احنا عاملين له دعامتين وكان هيركب جهاز كمان، يعني ما اصلها وانت بتتكلم، حتى انا قلتها له ما قلتهالوش كده بقى، انا قلت له يا احمد انت خلاص، انت حتى سنك 31 خلاص، يعني مش فارقه بقى، احنا نبتدي نشوف بقى ونشوف بقى يعني خططك الجايه ايه، المهم ان انت بصحتك وقاعد في وسط اهلك. وهو كان متقبل الكلام وكان معنوياته عاليه وكل الكلام ده. وبعدين جه بعديها اعتقد ان هو اتكلم معايا في موضوع ظهوره في البرنامج اللي ظهر فيه ده، وانا الحقيقه يعني ما كنتش مبسوط قوي، ولكن ما كنتش انا مبسوط حسيت لا خالص، ليه يا فندم؟ لان اولا احمد ما كانش اكمل علاجه، فاهم قصدي ايه؟ دي واحد. نمره اتنين، انت اي بني ادم بيتذكر يا كابتن اللي حصل له، هو مش فاكر كمان، خلي بالك، يعني انا بقعد بذكره واقول له انت وقعت وحصل لك وحصل لك. الطبيعي ان انت هيجي لك اكتئاب، ده بتتأثر طبيعي جدا، بشكل تلقائي. هتتاثر. فانا ما كنتش عاوزه يخش في اي صدمات في الفتره دي، لغايه ما نشوف كنا المفروض الخطوه الجايه هركب له جهاز لتنظيم القلب، يعني كنا لسه بندرس الموضوع بتاعه، كفاءه القلب كانت لسه 30 40%، يعني لسه بدري، دي حاجة. وبعدين كان اوريدي كان في حصل طبعا مشاكل من بعد الساعة ونص اللي حصلت أول مرة في القلب، اكيد اكيد. يعني حصل تليفات وبتاع، فهو حتى يمكن مش ده أحمد، يعني ما هوش كان أحمد خالص اللي أنت شفته، لأن أحمد من طبيعته يعني كده، يعني حد شاب على خلق كده دايما وبسيط وطريقته لطيف، ما حسيتش ان اللقاء ده كان في وقته، ولكن انا هل لقيته تناقشت كان معاه مصمم. في القصة دي يا دكتور؟ تناقشت قلت له معاه، ايه؟ وفي الاخر قلت له انا بص، طالما يا احمد خلي بالك، انت بقالك كتير ما حدش شافك، فخلي بالك من البرنامج ده، انت لو مش مطمن تماما ما تطلعش. فقال لي لا انا عايز اطلع، قلت له خلاص طالما انت عايز تطلع انا ما عنديش اي مشكله، مظبوط. لان لقيت ان هو مصمم، وحسيت ان هو محتاج كمان يتكلم. ان هو يحس، مش يتكلم، يحس ان هو، انت عارف انت جوه الاضواء وفجاه مفهوم انت مفهوم بعيد، يعني مفهوم حسيت انه محتاج الدفعه دي، مفهوم فوافقت، انا مش هضحك عليك، وافقت. بس بعد ما شفت البرنامج ايوه ما انبسطتش، يعني ما انبسطتش قوي، قلقت. قلقت، واخد بال حضرتك، يعني ايه قلقت، دي كلمه سليمه، لان برضو يعني خلي بالك هي مش سهله برضو انك تشوف واحد اولموست مات ورجع تاني، مش سهله مفهوم. كده حتى، يعني مش سهله. فقلت نستنى نستنى شويه، ولكن انت عارف بقى يعني نصيب، يعني نصيبه، قدره وميعاده يا دكتور، وربنا قدره يرحمه، ربنا ربنا، يرحمه، رب ربنا يرحمه يرحمه، ويغفر له. طيب، ربنا يرحمه. هل كان في اتجاه لسفر اللاعب خارج البلاد؟ ويمكن البيان النهارده بتاع مودرن سبورت كان بيشمل جزئيه زي دي.
ليه مش عايز اقول تاخر سفر اللاعب، ولا كان ايه اللي بيعيق اصلا خطوه السفر ان هو يعمل تشيك اب ويتابع حالته بشكل اكبر خارج البلاد؟ القصه لا كانت ماشيه ازاي في الجيم؟ هو ما كانش فيه بيان بالنسبه لنا بحاجه زي كده، كان في لان جزئيه البيان في لازم البيان اعتقد ليه علاقه بمكافاه. لا لا بص انا هقول لك حاجه. اتفضل يا فندم. هو احنا قلنا لو محتاج السفر الى الخارج مفهوم مفهوم. فاهم كنا هنسفره، ما تمام فيش ادنى مفهوم مشكله يعني، مفهوم. واخد بالك؟ ولكن هو كان ماشي كويس يعني، اوكي. هو العلاج كان ماشي كويس. لما عملنا القسطره عرفنا ان كان في ضيق في الشريان اللي هو تسبب في الموضوع ده في الاول، اوكي. انت فاهم؟ عملنا تحليل جينات، لقينا ان في عنده جين ممكن يزود شويه انه ممكن يحصل له حاجه في القلب، يعني الامور كانت ماشيه كويسه. وكان الكلام حتى وانا واقف بيكلمني ان هو عايز يسافر بتاع نوع من التغيير، ولو احتاج يعمل تشيك اب. فقلت له اه قوي، وحتى اتكلمنا ان احنا ازاي ان احنا يعني انت عارف هو لسه ما زال كان مجند في القوات المسلحه. طبعا. فاتكلمنا ان احنا يعني نطلب من التصريح او من كده. الساده ونعمل تصريح وبتاع، وهو كان احنا كنا هنعمل له حاجه اسمها طبعا ان هو يخرج طبي، لان هو كان طبعا خلاص طبعا. الحاله تسمح بالخروج الطبي يعني. فكنا هنعمل الاجراءات، واعتقد بدانا الاجراءات يعني، انت فاهم بالفعل قصدي كنتوا ايه؟ بدأتوا الإجراءات. بس مش عشان خاطر التشيك اب، لان احنا كنا ماشيين هنا. وعايز اقول لك ان الدكاتره هنا يعني طبعا كل حاجه بيد ربنا، بس أكيد. اتعملت معجزه، ده في معجزه دي اتعملت يا حقيقة. جماعه. انا عايز اقول لك لو القصه دي اتكتبت في الكتب دي معجزه طبيه، معجزه بجد يعني. طبعا. فيعني هي جت الظروف كده، ويعني الله يرحمه الله ربنا يا رب يرحمه. طيب.